أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم بضيفنا المميز الدكتور نوفل من تايمليس موتورسايكل جراج. أهلا وسهلا وشكرا على استضافتنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ نوفل، ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من ABC. أهلا وسهلا. أعطينا تعريف عنك وعن بداية الشركة في دولة الإمارات. يا سيدي العزيز، أنا من العراق أصلاً، كندي الجنسية، مقيم في دولة الإمارات العربية من 24 سنة تقريباً. هذا البزنس هو مشروع حياتي المؤجل، كان دائماً هو بدأ هواية من شغفي للدراجات النارية وحبي إلها، وبعدين هذه الهواية لما صار عندي المجال واحتجت انه اخيرا ان ادخل في البزنس اخترت هذا الميدان لاني احبه جدا، اعرفه جدا، والاهم من هذا اعرف المشاكل اللي فيه وين عندنا اللي في المنطقة. فقلت اذا تريد تغيير بالعالم صير انت هذا التغيير، فلهذا سويت تايمليس. شو المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركة؟ سؤال جيد جدا. هدفنا في تايمليس انه نمكن الاخرين من الاستمتاع بهواياتهم. هواية ركوب الدراجة النارية هواية خطرة في المقام الاول. فلكي تكون انت مطمئن ان هذه المركبة صالحة للاستخدام، مطابقة للمواصفات الأساسية للسلامة على الطريق والتشغيل الآمن، لابد لها من أن تخضع إلى الخدمة والرعاية المتكاملة اللي هاي إحنا نقدمها في تايمليس، من حيث الخدمة الدورية، ومن ثم توفير قطع الغيار والمواد الاستهلاكية في الدراجة بشكل تكون مطابقة ليست فقط للشروط العالمية بل والأهم للمصنع نفسه. فلهذا إحنا في تايمليس، وأعتقد جمهور مستخدمي الدراجات النارية بدأوا يعرفون عنا، لأنه إحنا لا تنسى كبزنس بدأنا يعني بعدنا حديثي العهد، يعني صار لنا سنة ونصف تقريبا من انطلقنا، بس بدأت الـ 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 الآراء تتشكل بعد التجارب، وبعد ما احتك المستخدم ويانا مرة واثنين وثلاثة بدأوا يكتشفوا الخدمة اللي ما كانت موجودة في الماركت صارت تايمليس تقدمها. يعني إحنا من الخدمات الكثيرة اللي نقدمها إنه أنت كرجل مشغول، أصحاب هذه الهواية يعني يكونون مشغولين دائما، فما يقدر هو يركب دراجته ويروح يوديها للمكان وبعدين ترجع. إحنا نسوي هاي الخدمة وبالمجان، نأخذ المركبة من منزل صاحبها، نجيبها عندنا، نقوم باللازم ونرجع الهياء بالمجان تماما، لكي نسهل عليه عملية الاستمتاع بهوايته هذا وبهذا الشغف. كيف تميزتوا في ظل المنافسات الشديدة في دولة الإمارات؟ لا شوف، هي المنافسة، أنا واحد من الناس أعشق المنافسة. ليش؟ لأن المنافسة أمر جيد بحيث تخليك تطلع أفضل ما عندك. إحنا بصراحة في تايمليس شغلنا قائم على ثلاث أشياء. أولاً شغفنا الحقيقي للصنعة، يعني إحنا ما داخلين لهاي الصنعة من أجل فقط من أجل نعمل فلوس. إحنا صح هو في خاتمة المطاف عمل وبحاجة إلى أن يكون فيه جدوى اقتصادية، بس الدافع الرئيس هو الشغف اللي عندنا لهذه الهواية لهذا الميدان. فهذا الشغف ينعكس وين؟ بشغلنا، بجودة شغلنا، والأهم من ذلك وهذا اللي كان مفتقر إلى هذا الجانب اللي هو الشفافية. بصراحة الشفافية الكثيرة والصادقة مع العميل. ما هي الرؤية والخطة المستقبلية للشركة؟ رؤيتنا واضحة جدا في تايمليس. أولاً أنا أريد من تايمليس أن تكون المقصد الأول لكل صاحب دراجة نارية في كل شيء يتعلق بدراجته، إذا كان يريد يسوي لها سيرفس، إذا كان يريد يسوي لها تحديث،
إذا عنده أي استفسار عليها أو أي استشارة، وإحنا أوريدي وإحنا بالفعل بدأنا نقدم هذا من اللحظة الأولى لتأسيس تايملس. الرؤية مستمرة على مراحل. النقطة المستقبلية الأهم لنا لتايملس إنه إحنا وبدأنا في هذا حقيقة في عالم الدراجات النارية، في عندك جزئين، الجزء الأول الدراجة النارية نفسها، والجزء الآخر المتعلقات الخاصة فيها من قطع غيار ومن اكسسوارات. فبالنسبة إلى الدراجة النارية نفسها، أشتغل الآن مع شركاء إلي في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا وفي اليابان، على جلب بعض العلامات التجارية الخاصة في الدراجات النارية، على رأسها الهارلي ديفيدسون، الهوندا، وبعض الدراجات الأوروبية كالبي ام دبليو. بنفس الوقت الخطة الجزء الآخر من الرؤية الخدمات والمنتجات الداعمة للدراجة النارية، منها هي قطع الغيار أساسا كالإطارات، البطاريات، البريكات، وكل قطع الغيار الأخرى، بالإضافة إلى الإكسسوارات اللي هي الملابس، الخوذ، حاملات الهواتف، الإنارة، كل الجوانب الأخرى اللي تزيد من غنى تجربة قيادة الدراجة النارية. شو الرسالة اللي بتحب توجهها لدولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان وعلى الدعم المتواصل اللي بيقدموه للمستثمرين؟ هذه أحلى سؤال، لأنه أنا لولا دولة الإمارات ودبي أنا ما قدرت أخطو خطوة واحدة. أنا تشرفت بالعمل في حكومة دبي ل16 سنة. خلال عملي في الحكومة احتكيت أيضا على من ضمن هذا العمل مع كثير مستويات على المستوى الاتحادي الحكومي، فأعرف من الداخل مستوى الجودة ومستوى الحرص ومستوى التفاني من هذه الحكومة ومن هذه القيادة لتوفر سبل نجاح أعمالنا، لتوفر سبل نجاح، لأنه أنا كنت في الطرف الآخر، أنا كنت أشتغل في الحكومة من أجل أسهل عمل التجار في قطاعنا اللي كنا نشتغل فيه، فأعرف كل الزين إيش قد تتعب دولة الإمارات من أجل توفر سبل نجاح البزنس الخاص. فأنا يعني مو بس على صعيد العمل، أنا حياتي كلها ما كانت تكون كما هي الآن لولا دولة الإمارات ولولا الرؤية النافذة لهذه الحكومة الموجودة هنا. ممكن تخبر المشاهدين كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا معك؟ احنا اولا موجودين في مدينة دبي، في تحديدا في مدينة دبي موتور سيتي، وموجودين على الانستغرام على تايملس موتورسايكل جراج، وموجودين على الجوجل، وتليفوناتنا للواتساب موجودة. شكرا كثير دكتور نوفل، شرفتونا. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناة ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.